العلاقات الكويتية الإماراتية نموذج يحتذى به بين الدول، فهي علاقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، واستمرت هذه العلاقة الأخوية لتبني مستقبلاً مشرقاً لكل من البلدين والشعبين الشقيقين. بالترقب الإيجابي والاستعدادات الكبيرة، ينتظر الشارع الإماراتي الزيارة التاريخية الأولى لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي يزور الإمارات للمرة الأولى منذ تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد. من الزيارات الهامة والمفصلية حقيقة لأصفها في تاريخ العلاقات الكويتية الإماراتية. إذا استعرضنا تاريخ العلاقات الكويتية الإماراتية نجد أن هناك زيارات تمت كانت مفصلية في تأطير أسس هذه العلاقة. الإمارات تنظر إلى الكويت وتنظر لزيارة حضرة صاحب السمو الأمير حقيقة بكل اعتزاز وفخر، وهناك تقدير عال لدولة الكويت ولمكانة دولة الكويت وللدور حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الجابر الصباح وزيارته هذه الذي تم إعدادها على أساس زيارة دولة. التقدير الإماراتي ممكن نلمسه في كثير من المجالات لما يكنونه من دولة الكويت. وتأتي زيارة صاحب السمو أمير دولة الكويت إلى الإمارات استمراراً لنهج الزيارات على أعلى المستويات بين البلدين الشقيقين، إذ ترتبط الإمارات بعلاقات أخوية وثيقة مع دولة الكويت تعود إلى أكثر من 6 عقود مضت، وتحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين. هذه زيارة بلا شك هي لبنة جديدة تضاف في مسيرة العلاقات الكويتية الإماراتية، وبالتالي هذه العلاقة الحقيقة اللي لها خصوصية ما بين دولة الكويت ودولة الإمارات بحكم الكثير من القواسم المشتركة اللي تجمع بين البلدين الشقيقين، سواء بروح الأخوة أو الروابط الاجتماعية أو من خلال التاريخ المشترك وأيضا المصير المشترك اللي يربط بين البلدين الشقيقين. فلذلك حضرة صاحب السمو ستكون زيارة الحقيقة ستضيف فصل جديد للعلاقة اللي تجمع بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون لها انعكاسات كبيرة اليوم على مختلف المجالات والقطاعات التي تجمع بين البلدين. وتعكس العلاقات بين البلدين إصرارا من القيادة السياسية على الدفع بها لمستويات أكثر تقاربا وتكاملا، ما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. بالكثير من التفاؤل والاعتزاز ينظر الشارع الإماراتي لزيارة صاحب السمو أمير دولة الكويت إلى دولة الإمارات في ترجمة لعمق العلاقات والروابط التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين. لتلفزيون دولة الكويت سالي الأسعد، أبوظبي.